أشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن. ومن جانبهم أشاد كل من أمين عام نقابة المحامين محمود الدخلي وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد والنائبين ضياء الدين داود ومحمد عبد العزيز بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازا كبيرا في ملف حقوق الإنسان ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.